شفتوها شهرين اوروبا قاع تغلقت شهرين هي رانا فاهمين غلقوا غلقوا بعد بعد تحلاب هنايا يقبض فروسي اغلق غلقوا انتوما ما غلقتوش لا بيا قلب اللوز خليتو الشعب يتخبط سوا درتوها بالعاني وهي ما عندناش شغل ماشي حاجه مليحه حاجه مليحه لازم الشعب يمرض لازم المرض يتفشى لازم المرض يتفشى والناس تديفلوبي لونتيدوت والناس تبرا من بعد خلاص ما يزيدش يقبضك رانا فاهمين باللي هاديه استراتيجي مانيش نقول ماشي مليحه مليحه يا ولكن سبع شهور وانت غالق الحدود يا سبع شهور راك وليت شركات كبار ديزاندستريال ريبتهم يا ودي افهم يا سي محمد هذا انت تي بريزيدون ووزراء يسناو في كوميسيون هادوك سته من كوميسيون ما عندهم جامي خرجوا للخارج جامي هذوك لي بروفيسور انا قادركم ولكن بزاف 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 دي زان كومبيتون انتوما شوفوا هذوك لي ميتسان اللي دارهم كوميسيون اللي دارها داروها بس زعما هما يقولوا افتح تقدر تفتح الحدود باش الناس تروح تخدم الناس هي حايبه تخدم يا سي محمد ما نجي نحكي على واحد فواياجور راكو سيباريتو دي فامي قطعتوا شرايين العائلات هكا يا قطعتوهم بلا ما كنت تحسوا باسكو ما عندكمش لا لي فامي برا ما عندكمش هادوما السته لي بروفيسور اللي نحكي عليهم داير الرب نعناع على هنايا انت تقول لي انت بروفيسور لابس شونغاي انت بروفيسور انت راك ديسيدي في مصير 44 مليون جزائري و10 ملايين برا انت يا راك ديسيدي في بلاصه انت خايف تقول لتبون نفتح وتبون قال لك انا ما نفتحش حتى هما يديسيديو اما لا ما راهيش مفتوحه الى يوم الدين الى يوم الدين كاع خايفين مانيش قادر نفهمكم خوتي مانيش قادر نفهمكم وسمحوا لي انا لا رجاديه ما هيش تخرج برك هكذايا لا 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 انا على بالي واش راني نهضر خوتي انا على بالي واش راني نهضر على بالي اكزاكتومون واش راني نهضر رانا فاهمين باللي المرض جام اوروبا بصح هذه حكايه قديمه عندها سبع شهور سي محمد عندها سبع شهور كنا نقول لكم غلقوا ايه بصح اغلق دير كونفينمون ماشي تغلق كوفر فو خايف من دراكولا واللوكارو يخرج على 8 تاع الليل كتقمروا بينا افتح خلي الناس تخدم افتح لي مرض سيتو دافي نورمال ماشي انا نقول فيها هكا قالها دونالد ترامب قالها جوريس بونسون انجيلا ميركل افتح افتح يا سي محمد افتح عينا يا دين ربي ما تفهموش كوليتو كاع الناس او واحد خايف من الاخر واحد خايف يتحمل مسؤوليه يا عندنا مسؤولين خايفين من المسؤوليه اطلق بعد روح امشي خليوا رجال يخدموا البلاد يا دين الرب خلوا رجال لي كاين رجال يا ربكم الجزائر ولاده كاين رجال ما تخافوش كاين دي جون ماشي غير كومبيتون دي مليار كومبيتون عليكم دي ما نقدرش نحسبهم راني نلاقي دي بروفيسور نقصرو راني نلاقي ناس حق الله غير تحكي معاهم السلام عليكم فيما يخص الطياره بين قوسين طياره اللي فرونتيير تبون اللي مش حابين يدير لا ديسيزيون رانا نستناو في كوميسيون سانيتير رانا نستناو في اللجنه تاع لي سيونتيفيك نورمالمون اونتر السبت والحد هم رايحين يسينيو لا كونفونسيون نقولها لكم الويكاند هذا باذن الله يتسنيا الويكاند هذا صافي دير حنا نقولوا في الجزائر فرنسا الويكاند سامدي ديمونش منا لديمونش رايحين يعطوا لهم لاكور باذن الله مالك ما تلقيناش سبه تبون ما تحصلش في لا كوميسيون سيونتيفيك تلقيناش سبه رايحين يسينيو لك اطلق حل جو بر بحر فهمت راك تبدل في لا دوان مليحه هذه مليحه ما نقولش ماشي مليحه حاجه مليحه ماشي نتايا انت زيرو ماشي نتا اللي راك تخدم الرجال واقفين هما اللي يخدموا حبوا يهيجوا هادو تاع التسعينات باش تنوض باش الحرارشه يصدموا على ورم هادو سوا ديزون المحابسيه وتتخلط كيما راهم رايحين يقولوا لكم بور برومي نوفمبر واش رايحين يقولوا لكم حنا انا شوف كتبون انا ما شوف انا ماني معاك ماني معاهم انا مع الحق ومع المواطن الجزائري الزوالي سي نوفمبر اللي راك دير فيه الدستور تاع الخرا هذا هذاك هما دوك راحين يقولوا لهم بلي اطلعوا للكازيرنا تاع عنطر ولا طلعوا الكازيرنا تاع عنطر هو الرصاص يولي ياكل يسمى راحين تخلطوها وكي تخلطوها عليه باش الدوسيات كاع يتحرقوا تتخلط في الجزائر لا ميري تتحرق والدائره تتحرق والدوسيات تاع واللي راه في المجلس القضاء والدوسيات يتحرقوا كاع وتولي العصابه كيما داروا في 88 نفس الخطه 88 خدموا بالاسلاميين
كي جابو تخفليقه خدم بنسى عطاها الحقوق تاعها يا مين المرا ولات تحكم في الراجل يا الزحي مالك لهاد الزوجه كي تحكمي في الراجل خدموا بالقبائل بس على القبائل المشكل القبائل درقاز العالي باسكو القبائل يخافوا على بلادهم القبائل نص وسط رواهم يضربوا على حقهم من 1963 مش انت دوك امير دي زاد ولا زيطوط ولا بصح امير دي زاد راني جايبت لك واحد العفسه راك على بالك واش درت اقسم بالله العظيم راك انا شوكيتني انا كنت شوف البارح ثاني نفس الشيء وانا جو سوي اونتي عصابه بصح انا ما تجيش تضربني بالعصابه انتوما نقول لك امير دي زاد عطاني بوان ديتيروغاز انت انتوما واش صرالكم انتوما واش صرالكم راه قالوا لي بلي خونتوا تو الموند فين الضربه جايه من عندك وتقولوا للناس ما تخرجوش ومن بعد زيطوط يقول لك قبيل قال حنايا برك رانا قلنا وعملنا. السلام عليكم شعب الجزائري، السلام عليكم يا شباب الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم يجي الشعب الوطني، والسلام عليكم الامن الوطني شعبي. هيا دركا تيك ها سي تبونا ها وقتاش تحل الحدود سي تبونا انك تشوف الناس مقلقه احل المطارات سي تبونا حل حل احل الطيارات سي تبونا ماك تشوف ها هم يقولوا لك امام يهضروا معاك خبر جيام يهضروا معاك قالوا لك حل الطيارات حبوا يبعثوا لك القاطو للاول نوفمبر هذا كاع نوع تاع القاطو حبوا يبعثوا لك خبر جي تاع كندا خبر جي تاع الانجليز خبر جي تاع فرنسا خبر جي تاع باري من كل نوع هم يبعثوا لك باش يديروا معاك الحفلة البرومي نوفمبر ما حبيش تفهم روحك تبونا ها تبونا ها خليهم الناس جات تخدم ها راح يعاوحين يبعثوا لك خدامين ها راح يبعثوا لك ديميسيونير ها تبونا ها وحل الحدود ممكن هاي بالخبرجية ها هلهم يا اخي هكذا هكذا يا صوفيا هكذا يا طوطو هكذا يحل لكم الحدود راكم مقلقين راكم تترعدوا كاع قلت لكم انتوما كي الخبرجية ها ما في تقعدوا 5 سنين 10 سنين عمركم لا تحوسوا عليكم يا اخي دوكاتك جاكم معزاز ها يا طوطو ها تحوس يحلولك ها راح لك بزنيزة ها راح لك ها راحوا لك لي بازار يكون تعمرهم ما خلاص ها طرافيك راح لك ها كاش ترافيك دوكا خلاص ما تدخلش دوكا الحوايج ها صوفيا باش تبعتي لنا ها خبرجية تاعك تاعك وتاع عامر دي زاد ها وتاع زيطوط ها يجوا يطلعوا باش كيما قلت انت في الاخر تاعك في المقال تاعك باش يطلعوا لعبلة الكاسرنا تاع عبلة اللي بعتهم عامر دي زاد يا اخي باش يديروا حراك باسكو حراك هنا خلاص تحل بالكم لازم تدخلوا نتوما دوكا قالتكم دوكا يا خبرجية ها باش تدخلوا لوطو هاكم مقلقين ها حبيت يحلوا لكم تاع الدراع ما تنعش الطيارات ما يحلوش مازال عندنا الفيروس ها يا طوطو قالك ايه عندك الحق صح عندك الحق بصح لازم يموتوا موت راسك على راسك ان شاء الله موتوا مالك ان شاء الله ان شاء الله يموتوا مالك يا طوطو نورمال تجيك هكذايا يموتوا بالفيروس نورمال لازم ها لازم يموتوا ها راكم جدنا تبون ماهوش تبون ما جا يقول بلي الدستور بروميي نوفمبر على بالو واش راه يقول على بالو واش راح يصير ها مجدكم علاش حل لكم الطريق علاش قال لكم الدستور بروميي نوفمبر باسكو على بالو واش راح يصرا ايه حنا ما عندناش لا ميكانيك ما عندناش لا تكنيك حنا نتعلمو بلا تكتيك نتوما اللي ما تعرفوهاش تمشيو غير بالميكانيك نتوما مشيتو بلاد برد عين هنا في الجزائر غير بالميكانيك خلاص طاح اون بان لازم يشيو طوموبيل واحدة اخرى ايها خلاص لازم يشيو سلعة جديدة انا قلنا لكم جزائر جديدة خلاص ما نخدموش بلا ميكانيك دركا ايها حنا دوكاتيك اللي خسر سي بون يتبدل ما يتريباراش خلاص هكذا حلنا الحدود يا حلنا الطيارات هكذا راكم وجدينا راكم عاوني تدخلوا عاوني تدخلوا يا الحركية تدخلوا الحركية
معولين تقلبوها هنايا حبيتوها ها باش تعاونوهم العراقيين، ما قدروش على شقاهم من بعد يعني ما قدروش عيطوا لكم قالت لكم تعاونونا يا اخي. اه يا ربي يا ربي ما ينحلوش طيارات ما ينحلوش صافا هكذا ودستون نفوتي صافا وخلاص العراق قاعد غير عن سحب دشرة خلاطة تيزي وزو بجاية وش عيطوا لها هذيك وش عيطوا لها هذيك نشافون جاي في برج بوعريرج يا أخي هذيك الفيلاج في برج بوعريرج خلاص العراق رانا بتران كيما قال لكم رئيس سنة بن حفيظ ضغط الله وراعاه تراهم ديمارة سي بون طفرت فيكم هكذا تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر تحية رئيس سنة بن حفيظ ضغط الله وراعاه تحياتي واحتراماتي وتقديري للجيش الشعب الوطني والأمن الوطني الشعبي.